السلام عليكم شباب، وكالمعتاد في بداية كل شهر تعلن خدمات الألعاب على لعبها المجاني، واليوم جبنا لكم هذه الألعاب. خلينا نبدأ. وأول خدمة معانا اليوم هي خدمة PlayStation Plus، واحتلت الخدمة على طرح 3 أو 4 ألعاب مجانية كل شهر، لكن بالنسبة لهذا الشهر فمعنا لعبتين فقط. وبالنسبة للعبة الأولى هي PlayerUnknown's Battleground، والتي تعرف باختصار PUBG، وهي اللعبة الغنية عن التعريف. منذ طلاقتها في 23 مارس 2017 عرفت اللعبة إقبال كبير، وهي أحد أشهر ألعاب الباتل رويال، والتي يكون هدفها الرئيسي أن تنجو وأن تبقى آخر شخص في اللعبة. واللعبة تعرف إقبال كبير لمستخدمي الهاتف في هذه الفترة، وربما تكون الوقت المناسب من أجل تجربتها على الكونسول. واللعبة سوف تكون متوفرة من 1 سبتمبر إلى غاية 5 أكتوبر لأصحاب بلاي ستيشن بلس مجانا. ولمحبي ألعاب القتال، خدمة PlayStation Plus توفر لكم أحد أشهر ألعاب مجاناً، والتي هي Street Fighter V، وهي لعبة قتال من تطوير استوديو Capcom، وتعد هي الجزء الخامس لسلسلة القتال الشهيرة التي بدأت في سنة 1987، حيث تعد اللعبة مرجعية في ألعاب القتال، وتمنحك اللعبة خيار واسع يصل إلى 40 شخصية لخوض قتالات حماسية في مختلف الأطوار، مع طور القصة الذي يمكنك من خلاله معرفة قصة اللعبة، أو التطور الفردي لتحسين مهاراتك في القتال، لتنتقل لطور الأونلاين لتحدي لاعبين آخرين. وكل هذا سوف يكون متوفر مجانا على خدمة PlayStation Plus بتاريخ 1 سبتمبر إلى غاية 5 أكتوبر. وبالنسبة لخدمة Xbox Game Pass، وأول لعبة متوفرة معنا مجانا هذا الشهر هي لعبة Tommy Clones The Division. هي لعبة أونلاين ثيرد بيرسون شوتر، والهدف الرئيسي من اللعبة هو إنقاذ مدينة نيويورك الغارقة في الدمار. وتعتمد اللعبة على تطوير نفسك من أجل تقدم في اللعب، وهذا يحتاج إلى إمضاء كثير من الوقت من أجل كسب القدرات. واللعبة سوف تكون متوفرة بتاريخ 1 سبتمبر إلى غاية 31 من نفس الشهر. وثاني لعبة معنا اليوم هي The Book of Unwritten Tales 2. هي لعبة Point and Click من تطوير استوديو King Art. لعبة تميز في تقديم قصة خيالية، واللعبة ستتوفر على الجيم باس من 16 سبتمبر إلى غاية 15 أكتوبر. We have optional puzzles on one of our adventures. Solving them unlocks extra outfits for the four playable characters. وهذه كانت ألعاب المجانية بالنسبة لخدمة الجيم باس للإكس بوكس وان. وبهذا شباب وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. استودعكم الله، سلام.